ما تغيرش طبعا، لازم يبقى ليها قيمه دايما يعني، وكانت عندها اقصى فاهم سرعه توصل للصفر وبعدين بتكمل. هنا مفيش مشكله السرعه يعني ممكن توصل للصفر شباب، لكن وارد جدا يبقى فيه ايه؟ اكسلريشن، يعني ما خدش شغل بسرعه عجله السي بتساوي صفر. انما اللي اقدر اكسبه بالعلم ده استشمل اللي هو الرايت، يبقى سرعه السي دايما بتساوي صفر. كنت بقول قبل كده لو تفتكروا ان هي عندهم سي بس بتساوي صفر، طب وبعد كده؟ وهي بتفرق ده يبقى ليها سرعه، لان هي واحده اوريدي اكسلريشن. هي واحدة اكسلريشن مش كده، فبعد شويه لازم يكون ليها ايه بقى؟ لازم يكون ليها سرعه. يعني اللي انا بس بنتجه بس اذا كان ده ستيشنري اللي هو الراك اللي سرعته متسلسل مش العجله بتاعته مش عارف. ماشي؟ طيب وانت المسألة اللي جايه اذا سالنا اذا دبل كي في اكزامبل 2 5، دبل كي كنت خدناها قبل كده مثال 2 5 شباب، السنتر بتاعه هذا في الوسط في 1.2 متر في الثانيه، فالان اكسلريشن 3 متر في السكند سكوير. بيقول البولي زاد، افتكر ان اللور راك ستيشنري، يعني اللور راك اللي تحت ده شباب ستيشنري، اللي هنستفيد منه حاجه مهمه دلوقتي بدل ميه. زاد هو اكسلريشن وزميل. المره دي انا قلت لكم مقارنه ثانيه، كان قبل في وسط شباب طلب مني دلوقتي لابل اكسلريشن اللي هي الارقى تعديل يساوي كام؟ كمان بيكمل وبيقول ذا اكسلريشن اوف بوينت بي سي اند دي. احسب سرعه الناس مش سرعه معايا. الاكسلريشن بتاع دي بيساوي كام؟ هنجيبها طبعا تاريخ كل شباب. الاكسلريشن بتاع سي بيساوي كام؟ والاكسلريشن بتاع دي ايه كمان بيساوي كام؟ طيب الاكسليشن بتاعت السي. نركز فيهم قوي علشان
بشكل غيرهم بشكل صحيح كده. النقطة اللي احنا عاملين الاكسبريشن بتاعتنا عندنا في المسألة ديت اللي هي النقطة الوحيدة اللي انا عارف الاكسبريشن اللي انا في المسألة دي يا شباب اللي هي ايه؟ ما انا هعمل ايه دلوقتي؟ هربط اي لان النقاط ايه؟ بي وليكن مثلا على سبيل المثال تعال عندك النقطة اللي اسمها بي اقول ان الاكسبريشن بتاعت البي بتساوي الاكسبريشن بتاعت الايه؟ انا عارفها زائد الاكسبريشن بي حوالين الـ A تانجنت زائد الاكسلريشن B حوالين الـ A نقطة. ونقول دلوقتي شباب الاكسلريشن بتاعت الـ B كانت اتجاه انا مش عارفها شباب فانا هسيبها زي ما هي في ثلاث اريات. انما الاكسلريشن بتاعت الـ A كفيكتور انا عارفها ان هي هتساوي 3 واتجاهها من الـ A يبقى في اتجاه جميل. اكسبريشن بي بالنسبه للاي تانجنت فين اتجاهها؟ نفس الاتجاه عموديه على الخط الواصل ما بينهم. افتكر بقى كويس عموديه على الخط الواصل ما بينهم. نحطها هنا يا شباب هي دي اكسبريشن بي بالنسبه للاي تانجنت وليه حطيتها لليمين مش للشمال؟ مع اتجاه الارض شباب وبتساوي بعد ال بي عن ال A ها بالألفا وبعد ال بي عن ال A هنا بيساوي كام يا شباب؟ 1/10 الألفا اللي احنا حسبناها ب 20 وتبقى في اتجاه الـ I ليه I؟ عشان هي اتجاهها لـ A. طيب الاكسلريشن دي بالنسبة لـ A نورمال رايحة من الـ B للـ A افتكر كويس رايحة من الـ B للـ A هنا ايه؟ هي دي الاكسلريشن دي بالنسبة لـ A نورمال يعني في اتجاه سالب جي وبتساوي البعد ما بينهم الاوريجن تربيع سالب 1/10 الاوريجن تربيع يا شباب اللي هي المرايه الخلفية بس في اتجاه سالب جي. احنا كده جبنا الاكسلريشن بتاعت البي خلاص شباب اللي هي 1/10 هشيل فيها 2 صح كده و2 و3 يبقى 5 اي ناقص 8 تربيع زائد اللي هي 64 1/10 6/4 جي الوحدات بتاعتنا هنا متر بير سكند. بس خدوا بالكم ان الاكسلريشن بتاعت البي هنا شباب القيمه بتاعتها مش في اتجاه الاي ده هي فين ومين؟ في اتجاه الاي وجي. فلو حبيت اجيب المكان بتاعها بالظبط فين تقدر تاخد بقى الجهاز التربيعي تقدر تاخد الزوايا اللي محصله بتاعتهم يعني. انما السرعه بتاعتها كانت في اتجاه الاي بس ليه؟ عشان المركبة السرعة ليها مركبة واحدة بس في اتجاه المماس، إنما المركبة بتاعت الأكسلريشن داخل فيها نورمال أو تانجنت فورد إن هي ما تبقاش في اتجاه واحد بس. دي أول حاجة. تاني حاجة نجيب الأكسلريشن بتاعت السي اللي هي نقطة مع الأرض دي يا شباب. بتساوي برضه الأكسلريشن بتاعت إيه؟ زائد الأكسلريشن بتاع السي بالنسبة لإيه؟ تانجنت زي الاكسلريشن سي بالنسبه للـ A نورمال. طيب يلا نروح معانا. الـ A سي اتجاهها فين؟ ما تسرعش مش عارف ايه. طيب الاكسلريشن بتاعت الـ A في 3 الاكسلريشن سي بالنسبه للـ A تانجنت دي اتجاهها فين؟ اتجاهها فين يا شباب؟ عمودية عمودية على الخط الواصل ما بينهم صح كده؟ بس عمودية يمين ولا شمال؟ يعني هحول البي سي بالنسبة للإيه تانجنت الشمال خدها كده خدها كده. طب ليه ما خدهاش الجهة التانية؟ عشان اتجاه الضغط عشان اتجاه الضغط عمر الأرض الشمال. هي دي البي سي بالنسبة للإيه تانجنت ليه يعني؟ سالب 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 شمال سالب ايه بقى؟ البعد ما بين السي والاي اللي هو 15 مللي متر الالفا اللي هي بتساوي 20 لسه دي مركبه كمان اللي هي اي سي بالنسبه لايه نورمال دي رايحه السي للاي اتجاهها شمال يعني اتجاه موجب شيء
وبتساوي البعد الربع اللي هو 15%. طيب لو ركزنا كويس دلوقتي هنخلي دول يروحوا مع بعض. بس السؤال دلوقتي انت هاجي 3 دي 15% في الشيء دايما السرعه دي تطلع بتساوي صفر واللي هي معامل على القيم اللي موجوده معايا. طيب اقعد اعملها كده في البيت يا شباب وشوف بتطلع بتساوي صفر بتطلع موجوده ايه. ومن هنا بقدر اجيب المركبه بتاعت الاكسلريشن بتاعت السي تبقى في اتجاه مين بس يا شباب؟ اتجاه بس الجي. هي ممكن تبقى الاكسلريشن بتاعتها دايما في اتجاه الجي يعني وليها سرعه في اتجاه الاكس. دايما الاكسلريشن بتاعتها في اتجاه الجي وساعتها ممكن يبقى ليها سرعه في اتجاه الاكس. ما كانش فيها غيرها قبل كده. في البروجستايل برضه. فاكرين في البروجستايل برضه يا شباب لما كان بيتحرك كان ممكن يبقى ليه اكسلريشن كده وليه سرعه مش فيها مشكله. يعني مش مشكله ان تبقى الاكسلريشن هنا ويكمل يبقى ليه سرعه يعني. طيب اخر حاجه اللي هي الاكسلريشن بتاعت دي. الاكسلريشن بتاعت دي يا شباب برضه نفس الحكايه هنعمل ايه؟ نفس الاسلوب بقى متضاربه بين ايه؟ الاكسلريشن بتاعت دي زائد الاكسلريشن دي بالنسبه للوي تانجنت زائد الاكسلريشن دي بالنسبه للجي. برضه يا شباب في البدايه ما تسرعش احنا مش عارفين اتجاه الاكسلريشن بتاعت دي فين. مش عارفين مكانه فين يعني. الاكسلريشن بتاعي دي هي تساوي 3 اهو. قولوا معايا يا شباب الاكسلريشن دي بالنسبه للجي تانجنت دي فين؟ هي دي الاكسلريشن دي بالنسبه للجي تانجنت يعني في اتجاه الجي يساوي البعد ما بينهم اللي هو 15% الالفا اللي هي بتساوي 20. اخر حاجه الاكسلريشن دي بالنسبه للجي تانجنت فين؟ الناس ده نورمال في الجي والاي هي في اتجاه وده الاي وبالتالي 15% دول بتبيع حوالي 500% هي دي الاكسلريشن بتاعت دي شباب. برضه يطلع عليها مركبتين واحده في اتجاه الاي واحده في اتجاه مين بقى؟ واحده في اتجاه الجي. المثال اللي جات على الصوره ده شباب بيقول ان احنا ممكن نربط سرعه الاكسلريشن اي نقطه يعني اي نقطه ثانيه زي ما عملنا في السرعه بالظبط. لكن زي ما بقول لكم كده الفرق الوحيد ان انت بدل ما كنت بتاخد مركبه واحده للسرعه في اتجاه التانجنت هنا هتاخد اثنين واحده في اتجاه التانجنت واحده في اتجاه مين بقى؟ واحده في اتجاه مين.
يساوي 2000 ار بي ام. بس هنا خد بالك المعلومه بقى احنا خدناها المره اللي فاتت وكنا عملناها النهارده ودلوقتي ما تقدرش نعملها. اللي هو بيقول فيه يا شباب هات كونستنت لوك برايس. هات لوك برايس. كونستنت دي يعني ايه؟ يعني اوميجا 7. تمام؟ المره دي انا محتاج اعرف انا في المساله اللي فاتت ما كنتش محتاج اعرف حاجه. ما كلمتش عن موضوع الكونستنت ولا حاجه. انما المره دي هو قال ايه؟ ان الارض دي بتسلسل. يعني هي بتتحرك بسرعه الطيارات حتى ما تبقى الارض هي بتسلسل. جميل. بيقول فورس هتلاقي طبعا انا مش عارف اشوف الحوله ديت. انا بفكر ان هي 249 هي طيب. بص فورس هتلاقي بوزيشن شورت في الوضعيه اللي قدامك اللي هي بتتمايز ايوه اكسلريشن فورس بيساوي كام يا شباب؟
التخريج بتاع الهيئات الحاليه لمركبتين، واحده على اتجاه اكس سالب هي الكوسايد، واحده على اتجاه واي سالب بالسايد. فالقيمه بتاعتها بتساوي كام؟ اي بي ساين 50 تساوي اوميجا تربيع، اوميجا تربيع فالاي بي تقريبا مش تمام كل شويه، ده فيكتور لسه هنعملها كمان شويه صغيرين، لكن تقريبا بيساوي ار اللي هو كان بيساوي 3 مربوط في اوميجا تربيع اللي هي 209 وعباره عن 10 تربيع، هتطلع معايا رقم كبير شويه اللي هي 10 هو بس لما يحسب عندكم في الكتاب يا شباب، لما يحسب عندكم في الكتاب يبقى لك ان ده الانش وحسبها للفيت، انت عشان تحول من الانش للفيت بتاعك ايه؟ تقسم على 12 فهو بس قسم هنا على 12 قسم على 12 علشان يحولها للفيت يبقى نسبة في مشتقة نسبة. ده القيمة بتاعت الفيت اللي هي ما كانتش لسه موجودة، ده لسه هحللها ما تنساش الحكاية دي. طيب الاسبريشن بتاعتي دي اقدر اقول ان هي في اتجاه الارض، ممكن يا شباب لما تتحرك لفين؟ لليمين يا شباب يمين يا شباب على حسب اتجاه الالفا بتاعتها. يعني انا هفترض في البدايه دايما ان الالفا مع الاوميجا، هفترض دايما الالفا مع الاوميجا يا شباب مع الاوميجا، الا ان تطلع معايا في النهايه خالص اشاره سالبه، فانت ساعتها اللي كان المفروض انا عكس اتجاهي، لكن دايما هفترض الالفا بما ان انا مش عارف الاتجاه بتاعها في البدايه، فهو دايما مع مين يا شباب؟ مع الاوميجا. فالاوميجا اللي هي مع اتجاه السرعتين دول ده اتجاهها، والارض برضه هتبقى في نفس الاتجاه، هيبقى هنا ده الاكسبريشن بتاعتي، لان النقطه دي متباشره ان هي تتحرك خط مستقيم يا شباب، يمين يا شمال، يعني هي هنا في اتجاه الار، يفرق بس معاك ان هي الاي موجبه الاي سالبه على حسب الاكسبريشن بتاعتها. طيب علشان نعمل الاكسبريشن بتاعتي دلوقتي انا تقريبا عارف ان الاكسبريشن بتاعت البي عارف قيمتها وعارف كمان اتجاهها، اقدر دلوقتي اقول مين بمين ده يا شباب، ها؟ دي بي واقول بيساوي اكسبريشن بتاعت البي زائد اكسبريشن دي بالنسبه للبي تانجنت زائد الاكسلريشن دي بالنسبه للنيو. ماشي؟ طيب اتجاه الاكسلريشن بتاعي دي انا بتعرف احطه ازاي؟ اتجاه الاكسلريشن بتاعي دي انا برضه بتعرف احطه ازاي؟ طب ليه دي بالنسبه للبي تانجنت فين يا شباب؟ عمليه على الخط الواصل ما بين الدي والبي هي كده؟ وبتساوي البعد ما بينهم في الارض، البعد ما بينهم في الارض. طيب الاكسلريشن دي بالنسبه للبي نورمال الواي هيكون البي هنا كده بتساوي البعد ما بينهم في الاوميجا تربيع، علشان كده انا كنت حاسب الاوميجا من البدايه شويه، عشان كده من البدايه انا كنت عايز اجيب مين؟ الاوميجا اللي هي داخله معايا في مركبه مين؟ داخله معايا في مركبه النورمال. طيب بالنسبه بقى للاتجاهات، بالنسبه للاتجاهات شباب الـ AD بالنسبة للـ B نورمال هي عاملة زاوية مع الأفقي بتساوي B، فأنا خلاص هقدر أحلل بزاوية اسمها جدا اللي هي بتساوي 18 ونص على 10. جاي معايا بس الـ AD بالنسبة للـ B ده بص كويس كده الزاوية دي ليه؟ تبقى ليه بتساوي؟ تبقى ليه؟ بيتا. أنا هحلل دلوقتي النورمال والتانجنت بزاوية اسمها بيتا، بس خد بالكم مرة مع الأفقي ومرة مع الأقصى، أنا واقف في المعادلة الفلكية. الاي دي اتجاهكم هقول ان هي بتساوي اي دي في اتجاه الفار. طيب يا شباب الاي دي كفيكتور بقى اللي انا قلت لك تحت اللي هي بتساوي 10 اس 162 اللي موجوده معانا اللي هي بتساوي اللي هي شباب كوسين 40 بتساوي على اي ها كوسين 40 بتساوي على جي بمثابه 10 اس 162 كوسين 40 اي سالب 10 962 مش بس كده ليه دي بالنسبه للجول انجنت ده هي هحللها لمركبتين واحده على اكس الموجبه وواحده على واي الموجبه، بس الاكس تبقى واحده ساين بيتا والواي تبقى واحده كوساين بيتا، يبقى الكلام ده زائد
ايه دي بالنسبه للبي تانجنت بتساوي خلاص. بس خد بالك ده من الحته احنا عملناها في المساله، احنا كان ممكن نسيب الكوتو ريتش، بس بما ان هو هنا اتكلم على الفيت المفروض الار دي كمان كده يعني الار دي كلها تبقى زي واحده زي بعضها شباب. 8 دي مش هاخدها 8 بقى، هاخدها على 8 على 12. يبقى زي 8 على 12 الالفا بي تي اللي انا مش عارف قيمتها مضروبه كوساين 13.9 من 10 زائد هي نفسها 8 على 12 الفا بي تي احللها بالكوساين على الشيء. لسه ايه يا مان؟ لسه المركبه بتاعت النورمال دهيت اللي هي هتحلل خد بالك على اي سالب فرد جي نورمال يبقى معانا هنا سالب اللي هي تساوي تخيل تساوي كام يا شباب اصلا قيمتها؟ البعد ما بينهم في الاوميجا تربيع يعني سالب 8 على 12 في الاوميجا اللي هي 2.9 4 من 10 تربيع كوساين 13.9 من 10 اي زائد 8 على 12 هو يدوب